كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. بهاد المناسبات ديال العواشر باش نوفروا لهم شي الاخوان المنتوجات المحليه يعرضوها بهاد المناسبات ديال العيد وهادشي هذا نيت باش يقوم واحد يروجوا المنتوج ديالهم المحلي وهادشي هذا وحنا هذا واجب كنأديوه كل ما كتجي شي جمعيه بشي طلب باش ديال الصناعيه هذيك باش يخرجوا المنتوج ديالهم المحلي وهادشي هذا حنا رانا الاشاره ديالهم. رئيسة تعاونية عين حمى الفلاحية كنتواجد معكم اليوم كتعاونية عين حمى الفلاحية لإنتاج وبيع منتوجات الخلية مثل العسل، حبوب اللقاح وبروبوليس. شاركنا في هذا المعرض لنوسعوا قاعدة الزبناء ديالنا. هذا المعرض التسويقي اللي منظمه جمعية هبة اللي كنشكروها، وكنشكروا أيضا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتطوان. مرحبا بكم، معكم إلهام باركي مشاركة في معرض المرأة المبدعة في النسخة ديالو السادسة. أنا جد مسرورة بتواجد ديال الصحافة معنا في هذا اليوم، هذا تظاهرة احنا كنعتبروها وعرس للمرأة المقاولة والمقاومة كذلك اللي تتكون عندها مقاولة صغرى في المنزل ديالها. والمعرض ديال المرأة المبدعة كيفتح لها الأبواب ديالو باش يتعرفوا الناس على المنتوجات ديالها. مرحبا بكم عنا في هذا المشروع البسيط اللي يلاه بدينا فيه ونتمنى ونجبروا الدعم ديالكم. الحمد لله اليوم كان الافتتاح ديال المعرض ديالنا وكان واحد الاقبال ديال الناس دمرتيل والزوار ديالنا، مرحبا بالجميع. بهذا الحدث اللي كانت اعتبروا احنا رائع، والفضل طبعا كيرجع للسي العربي المرابط اللي دائما كيقول الهضره وكيوفي بها. طلبنا منه معرض مره وجوج ثلاثه، هذا هنا هذا المره الثالثه وكنعدلوها. كما كتشوفوا تبارك الله كيوقف على التفاصيل البسيطه، وهذا المعرض هذا مشاركه ديالو الاغلبيه ديالها هذه اول مره، يعني كانوا كيشتغلوا غير في المنزل، هذا اول مره خرجوا بغرض الناس. وحنا استغلنا الفرصه هذه هاد 10 ايام من الاخريه ديال العيد باش يجي العيد، الناس كيحتاجوا اللباس التقليدي، الحلويات،